بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة والعافية عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير. أهنئكم بهذا الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بألف خير. من خلال هذا اللقاء أعزائي الطلاب، سنتناول الحديث عن قصة جديدة ونص استماع جديد بعنوان البستاني والثعلب. هذا النص أعزائي الطلاب يتحدث عن قصة جدا جميلة، فلتتفضلوا بالبقاء معنا للاستماع إلى هذه القصة. قصة جديدة، قصة جميلة جدا وفيها عبرة مفيدة، هي قصة البستاني والثعلب. حكي أن بستانيا كان له بستان يعتني بأشجاره كل يوم، كبير جدا، جميل جدا، وفيه أشجار كثيرة جدا، يسقيها ويقلب التربة حولها في كل يوم، ويقلم أغصانها، ويقلع الأعشاب الضارة المحيطة بها. نمت أشجار البستان وأثمرت، فتدلت أغصانها. وذات مساء مر بالبستان ثعلب جائع، فرأى ثماره الناضجة وسال لعابه، واشتهى أن يأكل منها. لكن كيف له أن يدخل البستان؟ وكيف يتسلق هذا السور العالي؟ بقي الثعلب يدور ويدور حول السور، حتى وجد فتحة في أسفله، فنفذ منها بصعوبة، وبدأ يأكل الفواكه حتى انتفخ بطنه. عندما أراد أن يخرج من البستان لم يستطع، قال في نفسه: أتمدد هنا كالميت، وعندما يجدني البستاني هكذا يرميني خارج السور، فأهرب وأنجو. عندما جاء البستاني ليعمل كعادته، رأى بعض الأغصان مكسرة وبعض القشور مبعثرة. عرف أن أحداً تسلل إلى البستان وأكل من خيراته، فأخذ يبحث حتى وجد ثعلباً ممدداً على الأرض، بطنه منفوخ وفمه مفتوح وعيناه مغمضتان. فقال البستاني: نلت جزاءك أيها الماكر، سأحضر فأساً وأحفر لك قبراً كي لا تنتشر رائحة كنتنا في المكان. خاف الثعلب فهرب واختبأ وبات خائفا، وعند الفجر خرج من الفتحة التي دخل منها، ثم التفت إلى البستان وقال: آه أيها البستان، ثمارك لذيذة ومياهك عذبة، ولكني لم أستفد منك شيئا، دخلت إليك جائعا وها أنا أخرج منك جائعا، وكدت أن أدفن حيا. هنا انتهت قصتنا أيها هنا انتهت إليك جائعا وها أنا. إذن أعزائي الطلاب، بعد أن استمعنا إلى هذا النص الجميل وهذه القصة الرائعة التي تحدثت عن البستاني والثعلب، من خلال هذه القصة أعزائي الطلاب تعرفنا على إحدى صفات الثعلب، وهي المكر. هنا أعزائي الطلاب، هذا البستاني الذي كان يعتني ببستانه وكل يوم يسقيه ويقوم أيضا بتقليمه، في أحد الأيام مر هذا الثعلب بجوار هذا البستان، فكان هذا الثعلب جائعا جدا، فنظر إلى هذا البستان فوجد الثمار ناضجة، فقرر أعزائي الطلاب أن يدخل هذا الثعلب إلى هذا البستان ليتناول الطعام منه، لكن وجد هناك صعوبة أعزائي الطلاب في الدخول إلى هذا البستان، حيث أنه كان حوله سور محكم الإغلاق، لكن أعزائي الطلاب هذا الثعلب دار حول السور حتى وجد فتحة في أسفله فدخل منها بصعوبة. بعد ذلك أعزائي الطلاب في اليوم أخرج منك الآخر، جائعا. في اليوم التالي أعزائي الطلاب، لاحظ هذا البستاني بعض القشور وبعض الأغصان المكسورة، فشك أن هناك أحدا قد دخل إلى هذا البستان، فبالفعل أعزائي الطلاب وأثناء بحثه وجد الثعلب الذي تناول كمية كبيرة من الثمار الناضجة ملقيا على الأرض،
حيث كانت هذه فكرة الثعلب بأن يخدع هذا البستاني بأن يتمدد على الأرض بحيث يعتبر نفسه ميتا. فجاء إليه هذا البستاني فقال: هذا جزاؤك. لكن أعزائي الطلاب، في الصباح يوم التالي خرج هذا الثعلب من هذا البستان بالحيلة والمكر والخداع. الآن أعزائي الطلاب، دعونا نجيب شفويا عن أسئلة هذا النص. كيف كان البستاني يعتني بأشجاره؟ من خلال استماع للنص البستاني والثعلب نجيب عن هذه الأسئلة أعزائي الطلاب شفويا، حيث نعمل على تنمية مهارة الاستماع. الهدف من نص الاستماع أعزائي الطلاب هو إنه إيش؟ إن ننمي هذه المهارة، نعتمد على الاستماع ومن ثم نجيب عن هذه الأسئلة شفويا. كيف كان البستاني يعتني بأشجاره؟ كيف كان أعزائي الطلاب؟ كان يسقيها ويكلمها بشكل يومي. السؤال التالي: ماذا رأى الثعلب عندما مر في البستان؟ أيضا نعتمد على مهارة الاستماع أعزائي الطلاب في الإجابة عن هذا السؤال. ماذا رأى الثعلب عندما مر في البستان؟ أحسنتم، رأى الثمار الناضجة، رأى الثمار الناضجة. السؤال الثالث: بماذا فكر الثعلب؟ بماذا فكر الثعلب أعزائي الطلاب؟ بماذا فكر؟ فكر الثعلب كيف سيدخل هذا البستان؟ كيف سيدخل هذا البستان؟ السؤال الرابع: كيف دخل الثعلب البستان؟ كيف دخل أعزائي الطلاب هذا الثعلب البستان؟ دخل الثعلب هذا البستان من خلال أنه قام بوجد فتحة في أسفل السور الذي كان يحيط في هذا البستان، ودخل منه بصعوبة، ودخل من خلال هذه الفتحة بصعوبة. كيف عرف البستاني بدخول الثعلب إلى البستان؟ كيف عرف البستاني بدخول الثعلب إلى البستان؟ كيف عرف؟ لأنه أعزائي الطلاب رأى بعض الأغصان المكسورة، فعرف أن أحدا تسلل إلى البستان، فعرف أن أحدا تسلل إلى البستان. السؤال السادس: ما حيلة الثعلب في الخروج من البستان؟ ما حيلة الثعلب في الخروج من البستان؟ تظاهر أعزائي الطلاب بأنه ميت. السؤال الأخير: ما الصفة المناسبة للثعلب؟ ما هي الصفة المناسبة للثعلب؟ هي صفة المكر. أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم، لكن ننمي مهارة الاستماع أعزائي الطلاب من خلال هذا النص ومن خلال هذه القصة بالإجابة عن هذه الأسئلة شفويا من خلال استماع لمرة واحدة للنص. نستمع مرة واحدة للنص ومن ثم نجيب عن هذه الأسئلة شفويا، ومن ثم نراجع إجاباتنا من خلال إعادة الاستماع للنص الاستماعي مرة أخرى. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة والعافية عليكم. أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى.